الى ماتشي حمزه يرجع ورا حمزه عند بلاك محمود عطا. أنا هنا في بدوي في الأجازة في دوري رمضانية ألعب مع صحابي، أنا ليك صحابي هنا في بدوي. ليك أصحاب كتير هنا في بدوي بتلعب أيوه. معاهم يعني أيوه. إيه اللي خلاك تشارك في الدورات الرمضانية مثلا وبتلعب مع مين؟ وكلمنا عن مسيرتك كانت الكروية. أنا من بدوي من زمان، من 4 سنين هنا، كنت جاي هنا في نادي بدوي بس هما كان مش عارف سجلوا اسمه بتاع دولية. انا روحت نادي كايريا، نادي كايريا لعبت نص موسم بعدين روحت بالاسيتي. يعني انت محترف في دوري بالاسيتي ده درجه كام؟ هو دوري بالاسيتي درجه 3، الدرجه الثالثه. اه وبتشارك في الدورات الرمضانيه على طول ولا دي اول سنه ليك؟ دي ثاني سنه، ثاني سنه. السنه اللي فاتت كنت موجود هنا في بدوي دوري رمضانيه.